الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. صباح الخير، إزيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا يلا مع بعض نعمل روتين تنظيف النهاردة، هنشاركه مع بعض كده ونشوف اليوم بتاعنا هيمشي إزاي. يلا نبدأ الفيديو كده، حطوا لايك للفيديو واعملوا مشاركة عشان يوصل لكل الناس. ده روتين تنظيف تشجيعي كده لكل اللي عايزة تعمل شغل بيتها، يلا تشجع معايا كده. أول حاجة ندخل على الصلاة، نصلي كده الصبح قبل ما نبدأ وقبل ما نعمل أي حاجة. تصلي الفجر، لو بتصلي الفجر صلي الفجر، ما صليتيش برضو صلي الصبح. صليتي الفجر صلي الضحى. ابدأي كده يومك بالصلاة علشان ربنا دايما يكون معانا. وبعد كده أنا دخلت بعد ما صليت على طول، أنا ما بشربش الشاي الصبح، أنا بعمل شوية من شغلي كده، بعد كده على ما نفسي بتتفتح ببدأ أفطر وأشرب شاي. فأول حاجة زي ما شفتوا كده بدأت أنفض في السراير بتاعت أوضة الأطفال وأغير السراير كده. كنت شايلة الكفر بتاع المرتبة علشان أغسله، وبعد ما غسلته كده ونشف بقى تمام. الكفر ده جميل جدا، بيحافظ على المرتبة إنها ما تتبهدلش. ولو عندك أطفال صغيرين طبعا الكفر ده لا غنى عنه تماما، ده بينظف المرتبة وينظف لك المكان، يخلي ريحته على طول جميلة. فأنا كنت غاسلة الكفر ركبته كده. طبعا أنا عندي المرتبة محشورة قوي في السرير، يعني هي بتبقى ايه، لما باجي اركب المفرش بتبقى جامدة جامد، يعني ايه ما بعرفش، ايدي بتتعور ممكن كمان وانا بركب المفرش. فبنحل الموضوع ده ازاي؟ بتجيبي مشط او بتجيبي اي حاجة ملسة خالص كده وعشان ايدك ما تتعورش، وبتعملها زي ما هتشوفي معايا كده. غيرت كده الكفر وبركب كده، بغير المفرش وبجبت كده المشط بتاع الشعر، يعني بدخل كده الملاية من جنب السرير في الخشب كده بالراحة، فبيدخل الحاجة بالراحة كده، كانت ايدي على طول تتعور من المكان ده. فالفكرة دي حلوة، على طول لما باجي اركب بغير السرير بالكده. وغيرت بقى ايه الوش المخدة وكده، عملنا اول سرير، نعمل السرير التاني. وكده نطبق بقى البطاطين، انا لسه ما طلعتش البطاطين التقيلة، فعندي كده البطاطين ده المفرش القطيفة، يعني لسه الغطا خفيف مش تقيل قوي علشان برضو الشتاء لسه ما قرصش قوي، زي لسه ما دخلش قوي، يعني لسه الشتاء هيتقل عن كده، ربنا يسترها بقى. جيت على المفرش التاني، كان الكفر راكب والمفرش كده كان ملموم، بس هنفضه بس كده واغير المفرش. مش عارفة مين اللي شال المفرش بصراحة وناموا على الكفر زي كده، فهنركب كده المفرش. ودايما كده لما تيجي تعملي سرير الاطفال وحدي المفارش، ما تلخبطيش علشان يبقى شكلهم منظم وشكلهم حلو، ما تبدليش المفارش ببعضها، خليهم هما الاتنين يبقوا شكل واحد. وكده ركبنا المخدة كمان والبطانية رتبناها، وكده خلصنا أوضة الأطفال، خلصنا السراير. بعد كده بقى همسح الكومودينو كده وأرتب الكتب عليه، وهاجي بقى على الأرض هشيل الفرشة، هنفضها بره كده وامسح الأرضية. حبيت بقى بعد ما خلصت أوضة الأطفال أشرب كوباية شاي بقى كده بعد ما فطرت، وكوباية الشاي دي بقى جت كده في الوقت المناسب. أنا كده بفصل بسرعة، يعني أنا مش ما بقدرش إن أنا أخلص شغل البيت مرة واحدة كده، لأ، هي كوباية الشاي دي اللي بتخليني أفصل وأريح كده، أعمل حاجة وأقعد أريح، أشرب كوباية شاي كوباية قهوة، المهم إن أنا لازم أفصل. بعد كده بعد ما شربت الشاي كان عندي غسيل محطوط في الغسالة، يعني كان مغسول من بالليل وما يعني ما قدرتش ان انا اقوم انشره بالليل وكده، فسيبته بقى كده للصبح نشيل الغسيل المغسول ونحط بقى الايه الغسلة اللي موجودة عندنا. واحنا بنشيل الغسيل من الغسالة كده، لو الغسيل عندك متلعبك زي حالاتي كده
في قلب الغسالة، بتنفضيه واحدة واحدة علشان لما تيجي تنشريه نفضيه يعني من بعضه واحدة واحدة كده، يبقى ايه بعيد عن بعضه، عشان لما تيجي تنشريه ما تبصيش تلاقي ايه الغسيل وقع منك في الأرض، حاجة تكون ماسكة في حاجة، تبص تلاقي غسيلك بقى في الأرض، لو انت في دور عالي تضطري تنزلي أو ما تعرفيش اللي هيقع منك. فدي أحسن حاجة ان انت وانت بتطلعي الغسيل من الغسالة اعمليه سلكيه من بعضه كده. حطيت الغسلة زي كده اللي هتتغسل، عارفة انت لو غسلت كل يوم هتبقى يا دوب هي حاطة بالكتير 2، يعني خلي دايما ما تركنيش غسيل، كل يوم كده الصبح شغلي الغسالة هتلاقي الغسيل ما بيتركنش معاكي. حطيت كده المسحوق في الدرج، وهجيب كده مكعبين من المكعبات الفوارة اللي انا عملتها معاكم، وهفركهم كده على الغسيل. دي المكعبات الفوارة دي لتنظيف الغسيل الألوان. هركب بقى الفيشة وهشغل الغسالة. انا بشغلها غسيل بتاخد 18 دقيقة، وبعد كده بعيد الدورة من تاني. بعد ما الغسيل بقى حطيته في الغسالة، جيت بقى على الغسيل اللي هيتنشر، وهننشره كده بره، نلحق كده اليوم من اوله في الشمس عشان الغسيل يلحق ينشف، وخصوصا ان احنا في الشتاء. الشمس طالعه وزي ما انتم شايفين كده مش مبينه حاجه خالص من كتر شده الضوء والشمس. بعد ما خلصت بقى ونشرت الغسيل، جيت دلوقتي كده على المطبخ علشان اغسل المواعين. طبعا انا بين كل حاجة بعملها وحاجة بقعد اريح شوية، زي ما قلت لكم لازم الواحد يرتاح شوية علشان ما تحسيش ان انت مطحونة كده في شغل البيت. اقعدي يعني خدي الحاجة بالراحة برضو، واحدة واحدة، مش كله طحن ورا بعضه. فجبت كده الصابون وهنغسل المواعين كده على السريع. انا بحط الصابون شويه كده في الطبق، وبحط عليه شويه من الميه الدافيه، بيسهل معايا ان الصابون يرغي بسرعه. وببدا اغسل الكوبايات في الاول، كوبايات الشاي لازم تتغسل اول حاجه، بعيد بقى عن جلطة الاكل وكده، فبنغسلها الاول كده، وبعد كده نبدا نغسل بقيه الحاجه. دايما حاولي تقسمي شغلك على مدار اليوم، يعني ما تحولي، لو انت سيدة يعني مش عاملة وهو انت على قد شغل البيت، قسمي شغلك كده، يعني اعملي حاجة واقعدي، اعملي حاجة وريحي، اعملي لك حاجة تانية، اقري مثلا اذكار الصباح. ما تحاوليش ان انت كل شغل البيت تعمليه مرة واحدة وبعد كده هتبقي قاعدة فاضية. وحاولي تثقفي نفسك، تثقيف في ايه بقى؟ تقري مثلا في الذكر، تقري قرآن، تقري في علم النفس. المهم ان انت يعني حاولي تشغلي وقتك كده، احسن بكتير ما انت تقعدي مثلا مع واحدة جارتك تجيبي في سيرة فلانة وعلانة. لا، دايما هو انت تخلي كده يومك حلو ولطيف كده بذكر الله، مثلا تتعلمي حاجة جديدة، تتفرجي مثلا على فيديو مفيد. مش شرط ان انت تقعدي تجيبي في سيرة الناس، هو ده احسن حاجة. يعني من ناحية هتاخدي حسنات ان انت بتجتهدي وبتسمعي حاجات مفيدة، انما طول ما انت قاعدة مثلا مع جارتك دي ومع جارتك دي هتلاقيكوا غصب عنكوا هتجيبوا في سيرة فلانة وعلانة، همال هتجيبوا كلام منين؟ انما انت حتى لما تتثقفي، اذا حصل وقعدتي بقى مع جارة ولا كده، هتلاقي نفسك علمك جاي من اللي انت اتعلمتيه. اتعلمتي مثلا
حديث، اتعلمت قصة مفيدة، هيبقى كلامك في حدود الحاجات دي. انما ايه اللي ما بتعرفش تثقف في نفسها، لا في فيديو مثلا تعليمي، ولا في علم النفس، ولا في اي حاجة، هتلاقيها هي ما وراهاش غير فلانة راحت وفلانة جت، ده ابن فلانة مخطوب خطب فلانة، لا ده مش عارفة ايه، شوف اللي ماشية لابسة ايه. الكلام ده كله بيجي منين؟ من الفراغ. الفراغ وعدم ان انتي ما تتعلميش حاجات جديدة، ان انتي ما تثقفيش نفسك، ده بيخلي الانسان دايما يبقى كلامه فاضي، يشيل عليه ذنوب. لا دايما انا الحمد لله، دايما كل تفكيري وكل كلامي دايما الحمد لله بتعلم حاجات جديدة، يعني بحاول اثقف نفسي الحمد لله. يعني ايه اللي خلاني برضو اعمل القناة؟ كان سبب ان انا اعمل القناة ان انا برضو مش ليا في العك بتاع القعدات الستات اللي هي بتاع فلانة راحت وفلانة جت. انا في بيتي بعمل شغل بيتي، فدي وكان بيبقى عندي ملل، فالملل برضو هو ده اللي ساعدني، يعني الفراغ هو اللي ساعدني في ان انا افتح القناة، وان انا اعملها كده يعني حاجة تشغل وقتي. اعمل وصفة، طبعا مش كل الوصفات بكون مبتكراها من عندي، طبعا انا بجيب وصفات من هنا وصفات من هنا، فبقيت اعمل حاجات حلوة قوي. بقت مثلا اخواتي بيشكروا قوي في اكل، وممكن اعمل وصفة وتعجبهم جدا، واقول يا انا ما عملتش معجزة، بس هم يقولوا لا ده جميلة قوي. فمن هنا يعني ايه برضو ادوني ثقة في ان انا افتح القناة، بسبب ان هم يعني بيعجبهم الحاجات اللي انا بعملها جدا، فده شيء يعني هو ده اللي شجعني بصراحة ان انا افتح القناة. ان انا كنت دايما اعمل وصفات جديدة، ده قرص مثلا بشكل معين، يعني بتلاقيني كده في ابتكارات معينة، اعمل تورتة واعملها بشكل ظريف، احاول ان انا اظبط فيها قبل ما افتح القناة الكلام ده خالص. فده برضو اللي خلاني، وانا كنت بقعد بصراحة احس بقى بالتعب، دايما احس ان انا عندي صداع، ده انا تعبانة. ده بيجي على فكرة كتير، بيجي من الفراغ. القناة فعلا شغلتني جدا جدا جدا، كمان بتخليني طول الوقت بدور ان انا احسن من القناة، ده اعمل وصفة، احاول ان انا مثلا اشوف اظبط في المونتاج، اعمل مش عارفة ايه، اعمل ده اعمل ده، شغلتني دلوقتي. كنت انما كان بيبقى عندي فراغ، اجي انام احس ان انا عندي على طول صداع، فالفراغ وحش وقاتل فعلا، فعلا فراغ قاتل. ومع ذلك كنت اقول لا مش فاضية، انا مش فاضية، ده انا برتاح، اصلا انا تعبانة. انما لما عملت القناة فعلا اتشغلت جدا في موضوع القناة، كل شغلي وكل اهتماماتي دلوقتي ان انا اعرف اعمل لكم، اجيب لكم وصفة جديدة كده واعملها تطلع حلوة، ادور في على فكرة وصفة تانية مثلا واعملها لكم. فطبعا القناة بالنسبة لي شيء حلو وجميل جدا، فياريت بقى كده تحطوا لايك كده علشان تشجعوني دايما افضل على تواصل معاكم. زي ما شفت انا خرجت كده بعد ما غسلت المواعين، خرجت كده ورحت المختبر، كان عندي يعني خرجنا كده مشوار، كان عندي تحليل كنت عايزة اعمله، وخرجت كده، وبعد ما خلصنا رجعنا زي كده. ده كده المكان اللي احنا فيه، اللي عارف الاماكن بقى دي كده يكتب لي كده احنا فين دلوقتي. تعبتوا بقى كده من الكلام، نرتاح شوية وتفرجوا معايا على كده احنا مروحين بعد ما خلصت مشواري.
يا رب كده الروتين يعجبكم، ويعني كده دايما تكونوا معايا، ولو عاوزين روتينات تانية اكتبولي في الكومنتات. طبعا انا بعمل وصفات برضو، تقدروا تدخلوا على وصفاتي لو انتوا اول مرة تشوفوا قناتي، ادخلوا على الوصفات، يعني بعمل وصفات برضو كتيرة حلوة جدا كده، ان شاء الله تعجبكم. وتفاعلوا كده مع الفيديوهات بتاعتي، لايك كومنت كده، يعني عرفوني بتتابعوني منين كده، نتفاعل مع بعض. وهنا بقى كنا غيرنا طريقنا وقلنا هنروح كارفور علشان نجيب سكر من هناك، السكر هناك بيتباع ب27 جنيه، فطبعا بعد ما روحنا لقيناه مش ب27، لقيناه ب48، واكتشفت ان كارفور كلها تبع المقاطعة، ما كنتش اعرف للأسف انها شركة تبع المقاطعة. فخليكم عارفين، خدوا بالكم ان كارفور كل فلوسها بتروح للجماعة ياهم، او يعني يعتبر اغلب حاجتها، معرفش انا بالظبط يعني، بس يعتبر اغلب حاجتها بتروح، او مكسبها تقريبا او نسبة معرفش. بس انا عرفت ان كارفور لما دخلت هناك وكده قالولي انها، خلي بالك ان الكارفور تبع اصلا المقاطعة. فدلوقتي كده لو انتوا حابين تشتروا حاجة ما تروحوش كارفور لحد ما ربنا يسهلها كده لاخواتنا وتنحل ازمتهم، ساعتها نقرر. وطبعا الشركات المصرية، الشركات بتاعت بلدنا هي الاولى ان احنا ناخد منها، او السوبر ماركات بتاعت بلدنا هي الاولى ان احنا ناخد منها اي حاجة. وبعدين طبعا اصلا انت لما تاخدي حاجة من البقال اللي جنبك، اللي هو يعني بقال صغير او محل سوبر ماركت مش كبير قوي جنب منك، افضل بكتير من ان انت تروحي كارفور، ده هايبر نفعي اللي هو لسه محدود يعني، او هو مستواه في الدخل محدود، شجعي واشتري منه افضل كتير. انا ما بروحش اصلا كارفور او هايبر غير حاجات معينة، علشان الحاجات اللي هي مش موجودة بس في المحلات، انما انا في الطبيعي هي كل حاجتي واغلب حاجتي انا يعني الحمد لله بدي اولوية للسوبر ماركت اللي جنبي اللي هو لسه صغير. انا ليه اروح اشتري من مثلا واحد رجل اعمال كبير هو عامل حاجة؟ طب ما انا ابدي اللي هو جنب مني، طب ما هو يستاهل وهو اولى، اولى علشان هو لسه صغير، ده برضو له ناس اللي هتروح تاخد منه. فانا انتي دايما دايما دوروا على الناس اللي جنب منكم، اشتروا منها، اشتري من المحل اللي في عمارتك، ما تبيش مثلا يبقى عندك المحل في عمارتك وتطلعي مثلا تشتري من اللي بره، طب ما هو ده اللي بيبيعه، هو اللي بيبيعه ده برضو. يعني دايما كده اعملوا محبة بينكم وبين الناس، خلي في صفاء نفسي كده. وكده كنا خلاص قربنا على بيتنا ورجعنا لمنطقتنا تاني، واشوفكم على خير، فرتين تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.